المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام والرجاء الصالح لبني البشر. حضرة الأب روجيه رئيس دير مار يوحنا المعمدان، الأهل الكرام، الهيئة الإدارية والأساتذة، بمناسبة عيد الميلاد هو السؤال الأساسي اللي طرح لشو مجموعين اليوم نحن؟ الهدف الأساسي والأول هو النابع من هالمحبة اللي تجسدت من 2000 سنة من خلال يسوع المسيح ابن الله الحي المتجسد. هالمحبة اللي هي الله بينها من خلال ابنه بعيد الميلاد من خلال التجسد. وبالتالي هدفنا الأساسي والأول هو هالمحبة وهالفرحة باللقاء مع أولادنا اللي هن أولادكم اللي هن تلاميذ مدرسة مار يوحنا المعمدان. مثل ما عودتكم مدرسة مار يوحنا المعمدان من أول ما تأسست كان هدفها الأساسي هو المحبة والفرح. ميزة الإنسان بهالعيد شغلتين، إنه عنده حرية الاختيار، وعنده تاني شغلة الأساس هي المحبة. من هيك ربنا قدام هالشي ترك للإنسان الحرية إنه يكون عنده الاختيار، والمحبة بتصير أحلى وأكبر لما الإنسان هو بيختار هالشي بوعي اللي هو بيوصله لمحل في الفرح النابع من الداخل. ومثل ما نكون شايفين نحنا الفرح والمحبة ما بيجوا إلا من خلال يسوع المسيح، من خلال المغارة تبعيته اللي نحنا مجموعين فيها هون. باسمي باسم المدرسة بحب أتشكر كل مين ساهم بإنجاح هالريسيتال. بحب أول شيء أتشكر الأولاد اللي هن التزموا، أتشكر أستاذ موسى كمان اللي هو صاروا شهرين ملتزم معنا كل أسبوعيا بتمرين الأولاد، بالموسيقى أستاذ ربيع كمان اللي هو كمان بيهتم بكل شيء، أستاذ شربي كمان اللي كمان دربهم، حتى بتشكركم أنتم الأهل لأن أعطيتونا ملء الثقة إنه نحن نربي أولادكم نعلمهم. وهالثقة أنا مثل ما قلت هي ثقة متبادلة بين المدرسة وبين الأهل، إيد وحدة ما بتزقف. نحن بالتعاون بمحبة وثقة وفرح أولادنا بيوصلوا للإنسانية الكاملة اللي هي قائمة على المحبة وعلى الاختيار. أنا من كل قلبي بتمنى عيد ميلاد مجيد لكل شخص مليان محبة مليان فرح. بتمنى الصحة والسلامة لكل إنسان، للأهل للأولاد للتلاميذ، لنحن نعيش بمحبة وأنتوا تعيشوا بمحبة. لأن مار بولس بيقول من دون المحبة ما في شيء، من دون المحبة منكون فارغين، لأن هي أساس كل شيء. الله محبة. وينعاد عليكم.
عندما نكسي عريان فواح في البلاد، عندما نكفف الدموع في العيون نكون في البلاد، عندما نفرش القلوب بالرجاء أقبل رفيقي دون غيش أكون في البلاد، عندما تموت في روح الانتقام أكون في البلاد، عندما يرمد في قلبي الجفاء أكون في البلاد، عندما تذوب نفسي فيك يا الله أكون في البلاد، ليلة الميلاد يوم محل الوجود ليلة تلبينا تسير الأرض ليلة تلبينا
ليلي تعيد ليلي تعيد ليلي ليلي تعيد في الولاد صوت شراس عم يغني تعيد ليلي تعيد ليلي تعيد ليلي ليلي تعيد صاروا ولاد يا بشتات وبكرة رح يا زقفة كبيرة لألكم.
يعني خليتونا نشعر أكثر وأكثر بفرح العيد ومحبة العيد، وهالفرحة والمحبة رح تكمل حتى معنا نهار الأحد الساعة 2:30 بالويست كاع في 3 هن 2:30 يوصلوا هنا. هالفرحة رح تكمل معنا نهار الأحد كمان الساعة 2:30. يعني بتمنى لكم الصحة، الله يبارككم، ضل هالمحبة جامعتنا. وبرجع من جديد بشكر الكل اللي ساهم بتحضير هالحفلة وهالريسيتال. وفي كمان بدي أشكر طوني إصطفان، بدي أشكر المختار طوني كمان اللي قدم لنا التدفئة، وبشكر كمان كل اللي خينا إلي بالتصوير كمان. وأهم شغلة نشكر الرب إنه عطينا نعمة الحياة والوجود تنقدر نمجده ونحبه ونعيش سر الميلاد. ابن الله صار إنسانا لكي يزرع المحبة فينا، لكي نتشارك في الثالوث الأقدس وفي المحبة. كل عيد أنتم بخير.